بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذه الحصة الجديدة واللي كتعلق طبعا بتقويم ودعم الوحدة الرابعة، القسم طبعا السادس ابتدائي، المرجع هو الجديد في الاجتماعيات. إذا نشرع على بركة الله، عندنا التمرين رقم واحد، لاحظوا الوثيقة واحد طبعا بدون عنوان. هنا عندنا الأرجان يمثل 5.4%، البلوط الأخضر طبعا هنا 31.7%، البلوط الفليني 8.2%، البلوط الزان 0.3%، وهكذا أصناف أخرى 30.2%، وهنا 2.9 ديال الأرز، العرعار 11.7%، 0.1 التنوب، ثم الصنوبر والعرعار. نعم، هذه طبعا هي انواع الاشجار التي تشكل الغابه بالمغرب. اذا نقرا السؤال. احدد من الرسم انواع الاشجار التي تشكل قلنا بالمغرب واصل النوع الاكثر انتشارا. عندنا طبعا انواع الاشجار، عندنا الارغان، عندنا البلوط الاخضر، عندنا البلوط الفليني، عندنا البلوط الزان، ثم هنا اصناف اخرى، عندنا الارز، العرعار، التنوب، الصنوبر، العرعار. نعم، اذا هادو عقيدهم، هادوما انواع الاشجار، هما هادو قيدهم. من موراها ارصد النوع الاكثر انتشارا. النوع الاكثر انتشارا لاحظوا جيدا هو البلوط الاخضر، لانه كيمثل 31.5. اذا البلوط الاخضر، اذا الجواب هو البلوط الاخضر، هذا هو الاكثر انتشارا. البلوط الاخضر هو اللي اكثر انتشارا. نعم، من وراها السؤال الثاني، اعطي عنوان لهذا الرسم البياني. اذا عنوان هذا كيتعلق بالاشجار ديال طبعا اللي كتشكل الغابه بالمغرب. اذا العنوان غنسميوه رسم، نعم رسم طبعا اللي هو مبياني او بياني، رسم مبياني لانواع نعم الاشجار التي لانواع الاشجار التي طبعا تشكل ماذا؟ تشكل الغابة بالمغرب، التي تشكل نعم تشكل الغابة بالمغرب. هذا عنوان، هذا هو العنوان، رسم مبياني لأنواع الأشجار تشكل الغابة بالمغرب. غنمشيو دابا أبحث عن اسم أهم غابة لشجر البلوط في المغرب. أبحث عن اسم أهم غابة لشجر البلوط في المغرب. إذا اللي هي غابة المعمورة، نعم غابة المعمورة، نقيد لكم هنايا غابة المعمورة اللي هي توجد بين القنيطرة، بين القنيطرة والرباط، بين القنيطرة والرباط، بين القنيطرة والرباط، بين القنيطرة. إذا قلنا بين القنيطرة والرباط. أبين مزايا غابة الأرجان، هذه غابة الأرجان سنبين مزايا ديالها وأهم مناطق وجودها. نعم، إذا مزايا غابة الأرجان، نعم إذا فمنها كنوفرو توفير شنو؟ الحطب، حطب تدفئة، تكون في مناطق باردة، حطب التدفئة. ثم والكلاء طبعا، والكلاء، وثم الثمار، الثمار اللي كيصاغوا منها، نعم الثمار، الثمار التي يستخرج منها زيت الأركان، التي يستخرج منها زيت الأركان، نعم. ثم فهي طبعا من بين الحوايج الاخرين هي حاجز، يعني فينجا، حاجز في وجه ظاهرة التصحر، في وجه ظاهرة التصحر، إذا فهو حاجز يمنع التصحر، يمنع، وطبعا فهو طبعا غنقولوا فهو مصدر اقتصادي، نعم فهو فوائده أنها مصدر اقتصادي، مصدر اقتصادي طبعا مهم. فاش كيتمثل؟ في مزاولة أنشطة فلاحية، في مزاولة أنشطة فلاحية مدرة للدخل، أي لها دخل، تدر أدخال دخلا. نعم، الآن سنمر إلى النشاط الثاني. النشاط الثاني شنو تيقول هنا؟ إذا عندنا هذه، النشاط الثاني هو هذا، ما كيبانش مزيان النشاط الثاني. عندنا هنايا
طبعا إفران، أغاني إفران لي شون دي سادة. ثم عندنا هذا رمز المملكة المغربية، أبحث عن أهداف مهرجان إفران وما توحي به الصورة ديال الأسد وشعار أغاني الأرز بالوثيقة إثنان. نعم، إذا أول حاجة أهداف المهرجان. نعم، أهداف المهرجان أولا، فطبعا فيه تشجيع وتتميم المؤهلات. تشجيع، أهداف منه هو تشجيع وتثمين المؤهلات ديال المغرب، تثمين المؤهلات طبعا الاقتصادية، تثمين الاقتصادية والطبيعية والسياحية، والطبيعية ثم والسياحية طبعا للإقليم اللي هو إقليم ديال إفران. إذا تشجيع وتثمين مؤهلات، تسليط الضوء على تسليط نعم تسليط الضوء على غنى وتنوع التراث، وتنوع التراث، وتنوع التراث اللامادي طبعا، التراث اللامادي وانفتاحه، وانفتاحه طبعا على مختلف الثقافات. هذه مهمة ثاني، على مختلف الثقافات. نعم، إذا هذه بعض أهداف من مهرجان إفران. ما تحيي به الصورة الأسد وشعار أغاني. نعم، فالصورة يعني هنا عندنا أسدين في الجانب، عندنا أسدين نعم في الجانب بيني طبعا في الجانبين، الدور ديالهم يحرسان المملكة. هذه الأولى، أن أسدين في الجانب يحرسان المملكة، يعني أسدين كيرمزوا لأسود الأطلس. وجود طبعا هنا كيوحي أن الأسد كان موجودا في المغرب، إذا وانقرض، الأسد كان موجودا في المغرب وانقرض، إذا هذه توحي أن وجود الأسد طبعا في وجود الأسد في المغرب، وخاصة في هذه المنطقة، خاصة في منطقة إفران بالضبط. إذا توحي الصورة على أن الأسد كان موجودا بالمغرب. نعم، ألاحظ ما هو ممثل في رمز المملكة هو هذا، وأبحث ما ممثل، هو عبارة طبعا عن أسدين، أبحث عن علاقة ديك من قد. إذا فطبعا سبق أن درسنا أن مجموعة من الحيوانات أو الثروة الحيوانية في المغرب انقرضت طبعا، وعلى رأسها هذا الأسد. أبحث عن لقب يمنح للفريق الوطني كرة القدم له علاقة بهذه الثروة. إذا اللقب ديال المنتخب المغربي كما هو معروف هما كيتسماو نعم أسود الأطلس، أسود الأطلس. المغرب الفريق ديالنا المنتخب المغربي يطلقوا عليه بأسود الأطلس. نعم، دابا الآن سنمر إلى النشاط الموالي. ها هو النشاط الموالي، قربوا الصورة مزيان، إذا نحاولوا نقربوا الصورة ما أمكن. نعم، هي هي نعم، عندنا هنا رسم بياني بنية الصادرات المغربية. نعم، الصادرات المغربية عندنا المنتجات الكيماوية، عندنا منتجات الصناعات الاستخراجية المعدنية، منتجات فلاحية أخرى 13.9، الملابس وآليات وسائل النقل، وآليات وسائل النقل. إذا هذه بنية الصادرات المغربية. نعم، عندنا أرصد من بيان أنواع الصادرات التي تصدر المغرب، ماذا يصدر المغرب؟ نعم، رمز بيان واضحة، كيصدر منتجات فلاحية، قيدوا هذه، منتجات صناعية استخراجية، منتجات كيماوية أخرى يعني منتجات أخرى، ملابس ثم آليات وسائل النقل، وأسجلها في جدول مرتبة حسب نسبتها. إذا لو بغينا نرتبوها، الأولى، الأولى هي اللي عندها 29% أظن، هي آليات وسائل النقل، آليات وسائل النقل عندها 29%، ثم كاينة 16 12 19. إذا عندها المنتجات الفلاحية، المنتجات الفلاحية هذه الثانية، المرور 19 كاينة 16 و13، إذا كاينة المنتجات الكيميائية، المنتجات الكيميائية من موراها بدينا 13
الملابس، المغرب يصدر الملابس ذات جودة عالية. ثم عندنا من 13.9 عندنا ثاني أخرى، حاجة أخرى ثاني. ثم عندنا 12 منتجات الصناعات الاستخراجية، منتجات الصناعات الاستخراجية الاستخراجية. وأخيرا عندنا هي الأخرى. إذا عندنا هنا 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6 هي هذه. إذا هادو هما تم ترتيبهم، ها هما نوضحهم لكم، ها هما سأقوم بالتوضيح. ها هما عندنا آلية وسائل النقل، ثم منتجات الفلاحية، منتجات الكيميائية، الملابس وأخرى، عاد منتجات الصناعة الاستخراجية. نعم، دابا نمر إلى السؤال الموالي. أعطي أمثلة عن صناعة وسائل النقل، طبعا عن آليات وسائل النقل بالمغرب. إذا آليات وسائل النقل بالمغرب كما نعم كاينه عندنا كاينه الطاكسي. نعم، إذا آليات النقل أو وسائل النقل عندنا طاكسي أو سيارة أجرة، طاكسي ياك أو سيارة الأجرة، سيارة الأجرة. عندنا سي تي إم باصات، عندنا التراموي، ترامواي، عندنا القطارات. هذه وسائل النقل اللي في المغرب مثلا. اذا هنا قال لك اعطي امثله عن الصناعات الاستخراجيه المعدنيه المغرب، امثله عن الصناعات الاستخراجيه المعدنيه، عن الصناعات. نعم عندنا فمواد البناء، مواد ديال البناء، ثم عندنا الطاقه، ثم عندنا للنقل، وكذلك عندنا للفلاحه، ادوات فلاحيه وغير ذلك. أتمنى أن تكون قد صعبت.